اهلا بكم مره تانيه في الماتش. النهارده معانا حوار مع نجم عالمي، نجم تالق وتوج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع فريق ما حدش ابدا كان يتخيل انه ياخد لقب الدوري، خصوصا انه كان من وسط عمالقه بعد موسم كان تاريخي بالنسبه له. بتكلم على ليستر سيتي اللي كان هو احد اعمدته الرئيسيه وقت موسم التتويج، لفت الانتباه للكل، منتخب انجلترا ضمه، بل وكمان كل انديه انجلترا بقت عايز تحصل على خدمات بول سكولز الجديد. لكن انضمامه لتشيلسي ما كانش احسن حاجه، لانه من وقتها بدات مرحله انخفاض تدريجي في مستواه. قال انه المشاكل خارج الملعب هي السبب في انه فقد تركيزه، لكنه وعد بانه راجع ومركز وعايز يرجع للتوب ليفل مره تانية. معانا في حوار نادر من حواراته اللي ما بيعملهاش خالص، داني درينك ووتر نجم تشيلسي الانجليزي المعار الى قاسم باشا التركي. داني درينك ووتر، اهلا بيك برنامج الماتش وصدى البلد. شكرا شكرا جزيلا. بداية عايزين نطمن عليك، اخبارك ايه بدنيا وذهنيا، واخبار تركيا ايه؟ أنا بخير شكرا جزيلا. الآن أنا في تركيا منذ شهر والمدينة كانت جميلة جدا وأنا أنتظر الجو الجميل أن يأتي. معروف أنه أنت قلتها بنفسك، الانتقال لتركيا هي خطوة بتسعى ليها أنك ترجع لداني درينك ووتر اللي الناس كلها اتكلمت على مستواه. الخطوة دي حسبتها إزاي، خصوصا أن هي أول خروج خارج انجلترا في مسيرتك الاحترافيه؟ انا لست واثق كيف اتخذت هذا القرار بصراحه. لقد كان وقت عصيب جدا حينها، لذا أنا لم أبدأ في الموسم، فالوضع كان صعب علي مثل بقية الناس في العالم. وبعد ذلك تحسنت الأمور تدريجيا، والآن أنا قلت إلى نفسي يجب أن أحاول أن ألعب خارج إنجلترا، فأنا شعرت أنني بحاجة إلى هذه التجربة، وشعرت أن أحتاج أن ألعب في مكان يعطيني فرصة وأن يكون الضغط فيه أقل، وكان علي أن أعود للعب. لذا أعتقد أن الضغط كان معتدل في هذا الفريق، لذا أنا شعرت أنني محظوظ بانضمامي لهذا الفريق. وده حصل بالفعل في مرحلة ما قبل التوقف الدولي الفيفا ديت. شاركت مع فريقك قاسم باشا، بدأت بدقائق لعب قليلة زادت لحد ما وصلت لمباراة، أو يعني اقتراب من مباراة كاملة، وبالتالي أعتقد أنك بدأت تحقق الهدف الحقيقي من انضمامك لقاسم باشا. نعم، الهدف تم تحقيقه حينما بدأت أن ألعب مجددا. هذا حقيقي، هذا كان الخطوة الأولى من هدفي، وهناك العديد من الأهداف أيضا، فهي أن أتميز مع الفريق، ولكن الهدف الأول بالطبع أن ألعب بشكل منتظم لبقية الموسم، وأنا أريد أيضا أن أساعد الفريق بقدر استطاعتي، فأنا أحتاج أن ألعب المباريات وأكون مفيد، وأنا واثق أننا نستطيع أن نتقدم في المنافسة والبطولة. طيب قبل ما أدخل معك في تفاصيل الحوار والأسئلة الكتيرة، وإحنا بنعمل بحث عن معلومات وحوارات سابقة لداني درينك ووتر، اكتشفنا أنه في آخر 6 سنوات ما عملتش إلا حوار واحد بس. ليه؟ ما بتحبش الإعلام؟ لا، نعتقد أن الفترة التي تحدثت عنها انتقدتني الإعلام فيها بشكل كبير جدا.
لذا حينما كانت تطلب وسائل الإعلام أن تجري حوار معي، أنا كنت أشعر بالتردد، فأنا كنت أقول مثلا أنتم دائما تنتقدوني وتتحدثوا بشكل سلبي، فالإعلام لم يكن حليفي حينها، لذا تجنبت الإعلام حينها وأردت فقط التركيز على اللعب والتركيز على أصدقائي وجمهوري وعلى الكرة. نعم، طيب قد تكون ما عندكش المعلومة دي، لكن أنا هقولها لك. أنت عندك ناس كتير قوي في مصر تعرفك، سواء من جمهور تشيلسي أو حتى من متابعي الدوري الإنجليزي، وبالتالي في مصر زي في إنجلترا بيتكلموا دايما على اسم درينك ووتر، بيقولوها بطريقة إنه يعني إيه درينك ووتر؟ لعيب اسمه داني درينك ووتر، من أين جاءت التسمية؟ ممكن تشرح لنا جات إزاي؟ هذا يسعدني بشدة، شكرا جزيلا، وأتمنى أن تنقل سعادتي للجمهور المصري. اوكي، كلمة درينك ووتر، لقب العائلة، ازاي جه؟ من يعني اكيد وانت صغير سألت اهلك درينك ووتر معناها ايه؟ حينما كنت طفل كان هناك الكثير من الدعابات أتلقاها على هذا الاسم، ولكن في النهاية لقبك يشعرك بالفخر. وأنا فهذا كان اسم من لا يستطيع أن يدفع ثمن الخمر، وأعتقد أن هذا أصل الكلمة. منذ مئات السنين من لم يستطيع دفع ثمن الخمر كان يسمى بهذا الاسم. لكن من الجميل أنك متقبل الأمر، بدليل أن صورتك على إنستغرام هي صورة لداني درينك ووتر وهو بيشرب المياه، فأعتقد أنك متقبل الأمر بشكل لطيف جدا. نعم، أنا لا أستطيع أن أتشاجر مع الناس بسبب اسمي، يمكن أن أتشاجر بسبب مواضيع أخرى، ولكن اسمي لا يمكن. طيب، ندخل بقى في تفاصيل الحوار. يعني هرجع من سنوات سابقة وأنت لاعب يحب مانشستر يونايتد، نشأ في مانشستر، بل وكان في أكاديمية مانشستر يونايتد، بل ارتقى للفريق الأول في مانشستر، ولكن مع سنوات طويلة دون مشاركة قبل الرحيل عن مانشستر. كلمني عن التجربة دي وعن طفولتك اللي بدأتها في نادي عملاق زي مانشستر يونايتد. مانشستر هو بيتي، هذا أول شيء، وأن تلعب كان الأمر رائع بالنسبة لي، فأنا كبرت في هذا النادي، وأنا بيتي كان على بعد 10 دقائق من الملعب، لذا أعتقد أن هذا كان حلم طفولتي أن أنضم إليهم، وأعتقد أن هذه التجربة ساعدتني بشكل كبير، فأنا لعبت مع العديد من النوادي بعدهم، ولكني تعلمت منهم الكثير، وهذا جعلني ناضج أكثر ومحترف أكثر، وعلمني كرة القدم الخاصة بالرجال، وهذا كان متميز. وأنا أعتقد حينما رحلت كان الوقت هو المناسب، لأنه كان لدي فرصة أن ألعب بشكل منتظم في الفريق الأول، ولكن في النهاية اللاعبين في الفريق الأول كانوا متميزين جدا، وأعتقد أن الطرفين قرروا أن هذا لمصلحتي وأنا التزمت برأيهم. نعم، من 2008 ل 2012 في الفريق الأول لمانشستر يونايتد، لكن بدون مشاركة، وخلالها رحلة إعارات عديدة فيها الأندية الإنجليزية. هل تشعر أنك تعرضت للظلم بعدم حصولك على فرصة للعب المباريات لدقائق معينة ربما لتثبت أقدامك في مانشستر يونايتد؟ لا، في مانشستر لا. أعتقد أنهم قاموا بكل ما في وسعهم لإعطائي الفرصة حتى ألعب وأشارك، فأنا لعبت بشكل احتياطي هناك، و
سمحوا لي أيضا أن أسافر حتى أحصل على الكثير من الخبرات، وأنا أعتقد أن وقتي في يونايتد كان متميز جدا، وأعتقد أن تجربتي في مانشستر كانت تجربة رائعة متميزة، وأعتقد وأنا غادرت في عمر 21، ولذلك أنا أمضيت معهم مدة طويلة جدا من عمري وأنا سعيد بها. نعم، الكشافين في إنجلترا كانوا بيسموك شبيه بول سكولز، بيمثل لك إيه تشبيهك ببول سكولز؟ وإيه اللي أنت ممكن تكون اتعلمته من واحد بيلعب في نفس مركزك وبهذه القيمة الكبيرة بول سكولز؟ يا إلهي، بول سكول كان مثلي الأعلى، لذا إذا قال الكشافون أنني مثل هذا اللاعب العظيم فهذا شرف كبير وسعادة غامرة بالنسبة لي. ولكن الآن أنا أشاهد الكثير من لاعبين خط الوسط كروي كين ولامبارد، وزيدان أيضا وإنيستا وإكزافي، ويمكن أن أقول لك القائمة الطويلة، فهناك العديد من اللاعبين الذين يمكن أن تتعلم منهم كثير من أشياء خصوصا في مكاني، ولكن يسهل علي أن أتعلم من هؤلاء العظماء في النهاية. أنت من اللاعبين المحظوظين اللي تدربوا تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، هل في مواقف بينك وبينه؟ هل كان بيوجه لك نصايح؟ هل في ذكريات خلقت ما بين فيرغسون والشاب داني درينك ووتر؟ نعم، لقد كنت صغيرا جدا حينها، ولكننا كنا نتحدث كثيرا أيضا، وكان لدي كان هناك أيضا الكثير من الحوارات بيننا، وكان هناك الكثير من النصائح التي أعطاني إياها، فهو مصدر طاقة كبيرة لنا جميعا، وكان دائما يركز معك حينما تطلب منه شيئا أو تتحدث معه، وأعتقد أن هذا رأي الجميع فيه، وأعتقد أن هذا يظهر أيضا روعته وأداء ظاهر للجميع، ولا أحتاج لقولي أنا. داني درينك ووتر قرر الرحيل بالاتفاق مع مانشستر يونايتد، وكانت ليستر سيتي هي المحطة الجديدة، رحلة من الصعود من التشامبيونشيب وحتى التتويج بالبريمير ليج. كلمني عن إحساسك وقت الصعود للدوري الإنجليزي بعد سنوات من اللعب في التشامبيونشيب. أعتقد أنني انتقلت في جانوري في ليستر سيتي، وفي البداية كنت أحاول أن أتأقلم مع الفريق، لذا كانت التجربة جديدة، ودائما كنت أشعر في الماضي بأمان لأنني في مانشستر في بيتي، لذا كان علي أن أكتسب الثقة وأتعود على الأمور الجديدة والمختلفة. والموسم الثاني نحن سيطرنا على البطولة، وأنا أعتقد إذا كنت أتذكر بشكل صحيح أعتقد فزنا بست أو سبع مباريات قبل انتهاء الموسم وأنا شاركت فيها، لذا هذا الموسم كان موسم رائع بالنسبة لي، وأنا كنت في 21، وكان هذا شرف كبير وأمر مسعد لي بشكل كبير. دايما الكلام عن المدير الفني رانييري أنه مختلف، المدير الفني اللي بيستطيع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريق مش عملاق زي باقي الفرق الإنجليزية. هل داني درينك ووتر ورانييري كان العلاقة بينهم خاصة؟ هل كان يعاملك بشكل مختلف فأخرج منك كل هذه الإمكانيات في موسم التتويج بالدوري الإنجليزي؟ نعم، أعتقد هذا. I mean, I loved Claudio, you know, I still do.
أنا أتطلع إليه وأحترمه بشدة، وعلاقتنا متميزة جدا، وأنا دائما في المقابلات أشير إليه باعتباري هو المعلم الأول، وأنا معجب جدا وأحبه وفعلا أقدر كل ما قاموا من أجلي. خليني أكون صريح معاك، يعني عدى 5 سنوات على تتويج ليستر سيتي بالدوري، لكن لحد دلوقتي أنا مش مصدق حصلت إزاي، وأشايفها معجزة. ممكن أنت كواحد أساسي من أضلاع التتويج باللقب الدوري الإنجليزي تقول لي هل كنت مصدق ده، وهل تعرف تقول لنا إزاي ليستر سيتي خد الدوري الإنجليزي الموسم ده؟ إن كنت أعلم الكلمة السحرية فكنت يمكن أن أفسر لك هذا الأمر، لكني لا أعرفها. أعتقد أن هذا العام رأينا فيه الكثير، وأعتقد أننا رأينا أقوى رابطة بين لاعبين، ففريقنا كان متحد ليس فقط بين 10 لاعبين، ولكن بين كل اللاعبين، بين كل المراكز. فأعتقد أن الروح القتالية أيضا في كل المراكز كانت متميزة جدا وكانت سر النجاح. وهذا الموسم بالنسبة لي أنا أفهم أنه كان إنجاز لا يصدق، وأن ما قدمناه كان رائع جدا، وأنا كلاعب أعتقد أن هذا شيء قد لا تدركه إلا بعد أن تعتزل كرة القدم. فأنا أعلم أنني مثلا فزت بالبطولة، ولكن لا أعلم كيف حدث هذا، ولكني في النهاية لا أعتقد أني سأقدرها حق التقدير إلا بعد اعتزالي. نعم، يعني واجهت العديد من اللاعبين العرب وزاملت العديد من اللاعبين العرب، قد يكون أهم من زاملته هو رياض محرز في موسم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وشاهدنا العديد من الصور لكما من خلال صفحتك على إنستغرام أو حتى صفحة رياض محرز. حدثني عن العلاقة بينك وبين محرز، وكيف كان الدور والتواصل بينكما في أرض الملعب كلاعب خط وسط ولاعب يسجل الأهداف؟ أنا ورياض لدينا علاقة جيدة، لقد كان دائما يفاجئني، وأنا أعتقد أن الجميع في هذا الفريق كانوا يحبوه، ولكن أيضا كان هناك إحباط. ولكن حينما كنت تعطي رياض الكرة كان السحر يحدث على الفور، لذا حينما كان رياض في الفريق كان دوري دائما أن أعطي الكرة لرياض أو أساعده في الحصول على الكرة، لأنه كان بطاقتنا السحرية، وأنا كنت أعلم الخطورة دائما، لذا دائما كنت أحاول أن أقترب منه وأسهل وصول الكرة له، وهو دائما كان يبذل الجهد، وهذا كان واضح في الملعب، فهو لاعب متميز وشخص رائع على المستوى الشخصي. على الجانب الآخر يجاور رياض محرز جيمي فاردي. جيمي فاردي اتكلم عنك قبل كده وقال إنك في طريقة لعبك كأنك الراجل اللي بيحرك العرائس على المسرح، أنت القادر على التحكم في إيقاع اللعب. علاقة أيضا متميزة مع فاردي الهداف الرائع اللي انضمتهم مع بعض لمنتخب إنجلترا. أعتقد أن هناك علاقات تحدث بسرعة وبسهولة بين بعض اللاعبين، فتشعر بشراكة مع لاعب معين بسهولة، وأعتقد أن علاقتنا كانت متميزة وسهلة، فأنا كنت أعرف كيف سأتحرك وهو يعلم كيف سأمرر له الكرة، و الأمر كان سهل جدا بيننا.
وهو أظهر للجميع موهبته وروعته، فسجله واضح جدا، وهو استمر في اللعب واستمر في التميز في الموسم التالي، وأعتقد أن الكثير من القصص المتميزة تجمعنا. إذا كنت تتحدث عن الشراكات كما تحدثت عن محرز وعن جيمي فاردي، فقد تكون الشراكة التاريخية الأبرز في مسيرتك مع ليستر سيتي هي شراكتك مع انجولو كانتي، بدليل أن تشيلسي حينما ضم كانتي ضم داني درينك ووتر لإعادة الشراكة من جديد. ده سؤالي ليك بعد الفاصل، ونتكلم بقى عن مرحلة مهمة جدا، مرحلة تشيلسي والشراكة مع انجولو كانتي في ليستر ومع تشيلسي. خليك معانا وخليكم انتوا كمان معانا بعد الفاصل في الماتش مع داني درينك ووتر. اهلا بكم مره تانية في الماتش، لسه مكملين حوارنا مع داني درينك ووتر نجم من تشيستر يونايتد الشاب والمنتقل لليستر سيتي ومتوج ببريمير ليج ولاعب تشيلسي الحالي المعار الى قاسم باشا. اهلا بيك من جديد داني درينك ووتر عبر زوم من اسطنبول. شكرا شكرا جزيلا. طيب انا وانا بتعرف على داني درينك ووتر لما عرف ان انا مصري قال لي ان هو كان في مصر من زمان، واول مره يعمل سنوركلينج كان في شرم الشيخ والغردقه. كلمني عن ذكرياتك مع شرم الشيخ والغردقه، كنت صغير قوي ساعتها. لقد كانت تجربة رائعة، فأنا أحب مصر وأحب شعبها، والجو كان رائع جدا، وكانت أول مرة لي أجرب فيها الغطس تحت الماء، والمياه هناك كانت في منتهى الجمال. أعتقد أنك هتكررها تاني بس وانت كبير بقى. بالتأكيد أنا أود أن أعود إلى مصر بالتأكيد. طيب سألتك قبل الفاصل عن الشراكة التاريخية اللي جمعت ما بين داني درينك ووتر وانجولو كانتي في منتصف ملعب ليستر سيتي دفاعا وهجوما. أعتقد أكتر حد ممكن يتكلم عنها بوضوح هو داني درينك ووتر نفسه. About the relationship between me and Angolo, sorry. العلاقة نعم. نقول نعم العلاقة بينك وبين انجولو كانتي في ليستر سيتي. يصعب أن أصف هذه العلاقة، إنه يحتل مكان كبير جدا في الملعب، فهو لاعب متميز جدا ويشغل مساحات كبيرة، حينما جاء إلى النادي أعتقد أن كان هذا في المباراة الثانية أو الثالثة في الموسم، وأعتقد أنه أصيب وجاء جولو بعد ذلك، وكان لعب متميز جدا وأنا سعدت باللعب معه، والموسم سار بشكل رائع وعلاقاتنا زادت في التحسن وأصبحت أكثر عمقا، وفي النهاية نحن واجهنا منافسة كبيرة جدا، وفي النهاية أظهرنا تميزنا سويا. الكثير من اللاعبين المتميزين كانوا في منتصف الملعب، لذا كنا نشعر بثقة وتمكن في المباراة، وبالتأكيد إنه شخص متميز جدا ولاعب رائع في هذا الموسم، وهو فاز ببطولات بعد بطولات، لذا إذا احتق أحد لقب أفضل لاعب فأعتقد أنه هو. ليه رغم نجاح الشراكة في منتصف ملعب ليستر سيتي نفس الاسمين مع تشيلسي ما حققوش نفس النجاح؟
لما كنتم بتلعبوا في نفس الأرض أو في نفس الشراكة، ليه ما حصلش نفس النجاح؟ At Chelsea? في أيوة تشيلسي؟ يعني Yes, yes, إن شاء الله. ايوه في تشيلسي. I think it was down to lack of games, you know. نعتقد أن السبب كان I think the سوء first الحظ. time me and N'Golo played نعتقد together أنني was أول مرة كنت ألعب possibly مع four or نجولو five كانتي، months after I joined, كانت المرة الخامسة بعد انضمامي which للفريق، was confusing for me. وكان الأمر But مربك even then, بالنسبة I think we لي. won the game 5-0. I think this was against Stoke, maybe, at the time. والمباراة الأولى التي لعبناها كانت صعبة، I don't think لذا we قد got لا enough يكون opportunities, you know, as الحظ a partnership to حلفنا، ولكن في النهاية لم show what يكن we could do, لدينا فرصة أن نظهر قدراتنا which was disappointing, you know. I mean, لاعبين مع بعضنا، والأمر في النهاية كان it was مخيب one of the reasons للأمال، why Chelsea وهذا wanted كان me to واحد من join. الأسباب الذي أرادنا تشيلسي أن So yeah, انضم very لهذا disappointing, but الفريق، you know, لذا كان that's الأمر football. مخيب لنا جميعا، ولكن في النهاية هذا هو حال كرة القدم. بالأساس يعني خطوة الانتقال إلى تشيلسي، تشيلسي أحد العمالقة الإنجليزيين يطلب داني درينك ووتر، كانت الخطوة دي بتمثل لك إيه وقت وصول العرض إلى ليستر سيتي؟ No, I think it was something that was discussed between the clubs for a very long time. نعتقد أن The season المباحثات after كانت we won طويلة the league, جدا، it was discussed. والموسم التالي كان موسم صعب. I think January window it was also discussed. But Leicester City was still in the Champions League and it was something that I وأعتقد wanted أن to come to ليستر كان Leicester. على وشك الفوز And you know, بالبطولة، after the season ended, وبعد انتهاء you الموسم know, it was difficult, but you know, Leicester were very strong. فليستر كان قوي جدا And والوضع in the كان end, صعب Chelsea were willing علينا، to money. وتشيلسي كان يريدني. I mean, when you scratch it down to the surface, football's a business, and فأعتقد أن في you النهاية know, كرة Leicester القدم have هي made some great تجارة، business over the last years. ففي النهاية الجميع يريد أن يحقق الأرباح منها. البعض كان بيتحدث عن كونك عاشر أغلى لاعب في تاريخ إنجلترا على مستوى اللاعبين الإنجليز، ربما كان سببا في وضع المزيد من الضغوط عليك كداني درينك ووتر. هل بالفعل تجد أن السعر اللي دفع في الصفقة كان من أسباب الضغط عليك كلاعب؟ No, I don't لا، think so لا personally. أعتقد هذا بشكل شخصي، Again, I just think, you ولكن know, it came down مجددا to lack of chances, really. نعتقد أن نقص الفرص هو السبب في I الضغوط. mean, of course, a big price tag at the time and stuff, and بالطبع but I kind of felt it as excitement. You know, it was a new أنا في change. It was a النهاية big step. شعرت It was somewhere where بحماس، I felt, وكان تغيير you know, ومكان جديد I could ونادي play. جديد وفرصة I could جديدة وفرصة أكثر show the للعب worth. وإظهار ما لدي وإظهار قيمتي. But again, لذا I just think it comes down to ولكن lack of مجددا chances because, أعتقد أن الحظ you know, my time كان at Chelsea سيء، had nothing to فوقتي frustrate. في تشيلسي كان صعب، It's a weird position that وأعتقد I'm أن in. الوضع كان صعب That's جدا definitely different. حينها، وأعتقد But you know, وبالتأكيد I كان don't think I'm the الوقت first, and I الصعب، don't think I will be the last. وأنا Again, لا أعتقد أنني this سأكون is part of الأول ولا football. الأخير الذي يحدث مع هذا الأمر، فهذا جزء من كرة القدم. نعم، يعني اتكلمت على إنه قلة المشاركة كانت ربما سبب من أسباب الضغوط اللي وقعت عليك كلاعب، لكن في الواقع إنه أكتر من مدرب يعني قاد تشيلسي في الفترة اللي أنت موجود فيها، لكن ما ادالكش فرص لعب كتير. هل كانت المشكلة في العلاقة بينك وبين المدربين، ولا في سوء الحظ أو غياب الحظ، ولا كان إيه المشكلة الحقيقية اللي بين درينك ووتر ومدربي تشيلسي؟ I mean, firstly, it was Antonio Conte. You know, he brought me to أعتقد Chelsea. أن المدرب الأول الذي لعبت معه، I think a يمكن أن month or 2 أتحدث months after عنه. coming to Chelsea, Michael Emanuelo left the club. He was a very
لقد كان المدرب الأول جزء كبير من عملية انتقالي، وكان لديه خطة. كلوب كان لديه خطة. كونتي. كونتي. معذرة. وأعتقد أن هذه الخطة كانت متميزة، ولكن في النهاية الأمر تغير. فكرة القدم هي تجارة، وأنا عانيت مع أنتوني كونتي، وأنا أصبت أيضا كثيرا. وهذا الموسم كان صعب علي في النهاية، ولكن خارج الملعب كانت علاقتنا متميزة. ففي البداية تعاوننا كثيرا، وكان لدينا تفاهم مشترك فيما يخص مستوى اللعب والفكرة، وهو أعطاني ساعة كاملة، وهذا كان فعلا متميز. I think you're going to get frustrated. He explained he was honest, which was great. وكان أيضا صادق وأمين معي، وأعتقد أنني ممتن له في هذا الأمر. Because I wasn't willing at the time to go abroad. ولكن حينها أنا لم أكن مستعد أن أسافر، لأنني كنت قريب من أهلي حينها. I didn't want to be part of the loan structure. I wanted to be part of the team. وأنا أردت أن أكون فقط جزء من الفريق، لذا أعتقد أن هذا كان بمثابة مشاعر مختلطة بالنسبة لي، لذا أنا قررت أن أبقى. وأنا شعرت بحيرة، ولكن في النهاية قررت أن أبقى، وكنت أتمرن بشدة وتعاملت بشكل احترافي، وتوقعت أنهم سيقدروا هذا الأمر، وتوقعت أن الأمور ستتحسن. ولكن مجددا والموسم التالي كان لامبارد، وأنا لم أستطع أن أطلب منه شيء أكثر. فهو كان متميز جدا، وأنا أحترمه بشدة. ومن اليوم الأول كان صادق معي، وقال لي أن نقص اللعب في الموسم الماضي كان مشكلة بالنسبة لك. لذا كان قراري أنا أن أحاول أن أغير الوضع، وهو فهم هذا ودعمني، وكان هذا رائع منه. لذا حينها أنا قررت أن أغادر، ولكن مجددا في النهاية كان الأمر صعب علي، وكان تحدي بالنسبة لي. ودين سميث كان رائع جدا، فعلاقتنا كانت متميزة. ومجددا حدثت أشياء داخل الملعب وخارج الملعب أثرت على أدائي وعلاقاتنا، ولكن العلاقة في النهاية كانت متميزة. فأنا حاولت أن أقدم أفضل ما لدي، وهو قرر أن يتحفظ قليلا نتيجة لوضع كوفيد 19، وهذا كان رائع. ولكنني كنت أتمنى أن أشارك أكثر في الملعب وأساعد أكثر، ولكن أنا أصبت وهذا لم يساعدني وأضرني. ومجددا أنا لا أعتقد أن لا أعتقد أن المشكلة في تشيلسي هي علاقتي السيئة بالمدربين، ولكن أعتقد أن السبب هو الإصابات وضعف اللياقة البدنية والحظ السيء. فأنا لم أشعر أبدا أن الوضع صحيح في تشيلسي لأسباب عديدة، على الرغم من تميز فريق تشيلسي، ولكنه يسهل عليهم أن يشتروا لاعبين جدد ويبيعوا اللاعبين أو يعيروهم. لذا إنه نادي يسهل أن تنتقل منه. وبعد أعوام من الإحباط هناك، فأنا حاولت بالعام الماضي وحاولت لهذا العام أيضا، أنا حاولت خلالهم أن أركز على الكرة وأركز على رفع أدائي. نعم، كانت الإجابة طويلة إلى حد كبير، وبالتالي
عدة أمور ذكرتها عايز أتكلم عنها وأسألك شوية. درينك ووتر، هسألك بداية، قلت إنه علاقتك مع لامبرد كانت جيدة، إن هو لم يخدعك، إذا كنت أنا قد استمعت بوضوح لهذه الإجابة. فالسؤال، ألم يحتفل درينك ووتر برحيل لامبرد عبر ستوري على إنستغرام كما قالت بعض التقارير؟ No, this was a mistake. لا، هذا كان خطأ. Again, in Istanbul, مجددا في اسطنبول I wasn't looking at the media or أنا لم something أكن else. أتابع الإعلام، But as soon as I understood وبمجرد what أن فهمت ما حدث، أن أرسلت away, لامبرد، أرسلت له رسالة واعتذرت له، لأن الأمر ظهر بشكل خاطئ، وهو أيضا أرسل لي وقال لا تقلق، ومجددا قلت له أنا أعتذر لك، فأنا لن ولم أحتفل أبدا برحيل أحد عن أي نادي، سواء حتى لو كان الشخص ليس جيد معي. فأنا كنت عملت مع 4 أو 5 أو 6 مدربين، وحتى من لم أحبهم فيهم لن أفعل هذا أبدا معهم، لذا هذا كان خطأ. ساري ظلمك، ماوريسيو ساري، ولا نفس الأمر يتعلق بإصاباتك فقط؟ I think my position under Sarri was لا أعتقد أن موقفي من ساري واضح جدا. حينما تعطي للاعب ساعة كاملة في اللعب، لا أعرف كيف أشرح هذا الأمر، ولكن أنا دائما كنت أحاول أن أثبت نفسي وأستغل الفرص، وهو أعطاني الفرصة، لذا أعتقد أن في النهاية الأمر جزء من كرة القدم، أحيانا عليك أن تتحمل المصاعب، ولكنه لم يضرني. نعم، طيب، أنا السؤال اللي جاي كمشجع لتشيلسي، أنا مشجع لتشيلسي وبقولها صراحة يعني، فأنا بسأل أحد لاعبي تشيلسي اللي استمروا لسنوات طويلة داخل الفريق، دائما ما يقول الإعلام بل وحتى المشجعين إنه غرفة الملابس داخل تشيلسي هي القادرة على تغيير المدربين، بمعنى إن اللعيبة لو مش عايزة المدرب ده بيتحالفوا ضده فيمشوه. بسأل داني درينك ووتر، هل تشعر إن دي حقيقة؟ هل اللاعبين في تشيلسي بيمشوا المدربين؟ لا أعتقد هذا. فأنا كنت في غرفة تغيير الملابس لأعوام طويلة في تشيلسي، وهذا قرار أقول لك أنه يتخذه مجلس الإدارة وليس اللاعبين، فلا يستطيع أحد ولا أي لاعب أن يقرر هذا في أي نادي من النوادي. أنا لا أعلم إذا كانوا يدعموا المدرب أم لا، ولكن أعتقد أن المدرب هو جزء كبير من الخطة، وإذا كان المدرب متميز وناجح مع الفريق فالفريق سيكون متميز، لذا هذا قرار الإدارة. كمشجع لتشيلسي برضو بسألك، أنا حتى الآن مش عارف الدور اللي بتلعبه مارينا جرانوفسكايا، ممكن تشرحه لي؟ هل هو دور قوي؟ هل هو دور خفي؟ هل هو دور مؤثر في الفريق؟ أنا ومارينا نحن لا نتحدث كثيرا لأكون صادق معك، فإنها مهتمة بالأعمال والصفقات، فأنا لا يوجد لدي المعلومات الكثيرة التي أقولها عن مارينا. طيب، أنت تكلمت من شوية أن الصعوبات هي اللي منعت تألق داني درينك ووتر مع تشيلسي، و انتقلت دلوقتي إلى الخارج، إلى تركيا من أجل العودة. السؤال، هل في الموسم المقبل يثق داني درينك كوتر إنه قادر على العودة للعب في التوب ليفل بمعنى تشيلسي من جديد في الموسم اللي جاي؟ I'd like to think so. أتمنى هذا. لا أعلم إذا كان هذا قرار صائب لي أن أعود لتشيلسي،
ولكن في النهاية الطريق أمامي طويل لأصل إلى هذا المستوى. فبدأ ذي بدء علي أن أعود للاستمتاع بالكرة، فلأن خلال هذه الفترة كان هناك الكثير من الصعوبات، فأنا استمررت في الاجتهاد والقيام بالصواب وأتجنب الإصابات. لذا أنا سأستمر في اللعب وتقديم أفضل ما لدي، وأن أحاول أن أكون إيجابي وأقوم بالصواب وآمل للأفضل. من أيام قليلة نشرت على إنستغرام صورة ليك في أثناء التدريبات مع قاسم باشا، وقلت إنك سعيد إنك رجعت تستمتع بالكرة. هل بالفعل أنت على طريق الاستمتاع من جديد بكرة القدم؟ درينك ووتر. نعم مجددا، إنها عملية طويلة، ولكن بالتأكيد العودة للملعب هي الخطوة في المسار الصحيح. وأنا أشعر أننا إذا استمررنا على هذا المنوال كالاستمرار في اللعب حتى نهاية الموسم، فسأكون في وضع أفضل في النهاية، في نهاية هذا الموسم، وسأبدأ الموسم القادم بشكل أفضل. وفي النهاية أتمنى أن تكون هذه بداية لي وبداية متميزة. طيب انت اتكلمت اكتر من مرة عن الصعوبات اللي واجهتها في خلال الفترة الماضية، تعالنا نتكلم عن مرحلة مرحلة من مراحل الصعوبات في حياة داني درينك ووتر، ولنبدأ مثلا بالعلاقة مع الابن او الاشتياق لابنك، الاشتياق حتى لكلبك، لانك قلت انه ممكن الناس ما تفهمش قد ايه علاقتي بكلبي مهمة لكنها بالفعل مؤثرة في حياتك. ابنك والكلب اللي بتمتلكه، كلمني عن العلاقة ومدى تأثيرهم أو تأثير غيابهم عنك على المستوى الاحترافي. بادئ ذي بدء، الكلاب هي أعز الأصدقاء، فأنت دائما تثق في كلبك، وهذه هي صورة كلبي. وابني أنا أشتاق إليه أكثر من أي شيء في العالم، فيصعب أن أصف هذا بكلمات، فالكلمات تعجز عن الوصف. ولكنني ممتن في النهاية لفيس تايم ولتقنيات الفيديو، لأنها توصلنا ببعضنا، فهناك تواصل بيننا وتفاعل عن طريقها. وبالطبع نتيجة لوضع كورونا الأمر صعب، ولا يمكنني مثلا أن أحضره إلى هنا، فنحن نتعامل يوم بيوم ونحاول أن نتأكد أننا نقوم بالصواب وأن لا أشتاق إليه بشكل يعطلني. ولكن في النهاية أنا أدركت الكثير من الأشياء من خلال هذه التجربة، فأنا أعتقد أن كل يوم أنا أقترب من رؤية ابني وهذا يسعدني. ابنك هيلعب في مانشستر يونايتد زي ما انت بدأت زي ابوه؟ لا. إذا كان جيد في كرة القدم حسنا، ولكن إن لم يكن جيد لن أجبره على اللعب. طيب إحدى الصعوبات اللي واجهت داني درينك ووتر هي خناقته مع زميله جوتا في أستون فيلا. حتى الآن لم نعرف التفاصيل كاملة، لكن ما قيل أن درينك ووتر نطح جوتا قبل ما يترك التدريب. إيه اللي حصل؟ الخناقة حصلت قبل طبعا ما تعتذر لي عبر إنستغرام. لا، هذا كان خطأي أنا. لقد كنت محبط من المباراة الأخيرة، لآخر مباراة مع ليستر، فأنا لم ألعب منذ البداية، والفريق خسر 4-1 تقريبا، أنا لست واثق، وأنا لم ألعب حتى بشكل جيد، ولم ألعب لمدة طويلة أيضا.
لذا كانت عواطف مختلطة كثيرة. وفي الصباح أنا تحدثت لصديقي وقلت لهم أنني سأتحدث مع المدرب لأنني لا أشعر بشعور جيد. و فأنا كان لدي الكثير من الغضب والكثير من المشاعر السلبية، وحينها هو أيضا قال لي العديد من الأشياء المستفزة. لذا في النهاية كان وضع جنوني علينا، ولكن في النهاية أنا اعتذرت له. وبعد أن هدئت وهو هدأ أنا اعتذرت له. فكانت لحظة جنون في النهاية، ولكن أنا لا أستطيع أن أسحب ما فعلته، ولكنني بالطبع تعلمت منها الكثير. لذا مجددا أنا أتحمل مسؤولية هذا الأمر، وأنا اعتذرت له واعتذرت له مرارا وتكرارا. لذا هذه كانت واحدة من الأشياء المؤسفة التي حدثت معي. لكن هو واضح أنك يعني صديق جيد، أن الواحد وهو رايح يتخانق ياخده معاه، بتحب الخناقات، يعني أنت خناقاتك حلوة. لا أعتقد أنني كبرت على الشجار والمعارك. طيب بالكلام عن أستون فيلا، صديقك المصري محمود تريزيجيه خلال الفترة القصيرة اللي لعبتها مع أستون فيلا، كيف كانت العلاقة بينكما؟ لقد كان رائع. فتريزيجيه شخص ممتع. فأنا وهو كنا نتمرن دائما سويا ونقوم بالتمرينات سويا. وما أحب في تريزيجيه أنه دائما يضغط على نفسه ويريد أن يقدم المزيد، وهو شخص دؤوب ومجتهد، وأيضا خارج الملعب هو شخص لطيف جدا، وهو شخص متواضع جدا. كما أنه شخص لطيف وحكيم وذو قرارات جيدة. فيما يخص أيضا داخل الملعب، هو شخص موهوب وذو ثقل داخل الملعب. من ضمن المشكلات كانت قصة مباراة الشباب لتشيلسي ضد توتنهام سبير، عندما قالت الصحافة داني درينك ووتر يضرب طفلا في الملعب منافسك في توتنهام سبير حينما حدث التحام داخل أرض الملعب وحصلت على بطاقة حمراء. كانت قصة نالت من أعصابك وأثرت في مسيرتك أيضا مع تشيلسي؟ أي قصة تقصد؟ مباراة تشيلسي مع توتنهام سبير لفريق الشباب تحت 23 سنة، البطاقة الحمراء اللي حصلت عليها بعد الالتحام مع لاعب توتنهام. نعم الآن أنا تذكرتها. لقد كان سلوك سيء من شاب صغير، ولكن عرقلته كانت سيئة جدا. ولكنك تعرف في كرة القدم أنت لا يمكن أن تسحب أفعالك، فأنا كنت ألعب حوله تقريبا 50 أو 60 مرة في هذه المباراة، وبالنسبة لي العرقلة الخشنة هي أمر خطر، وقد يكون رد فعلي على هذه الالتحامات الخطرة مبالغ فيه، ولكن في النهاية هذه الالتحامات جزء من العمل. ورد فعلي الغاضب كان سخيف، لذا أنا لست سعيد به أيضا. ولكنني تحدثت مع الحكم بعد المباراة وشرحت له، ولكن المشكلة انتهت بمجرد إطلاق صفارة الحكم. لذا كانت لحظة بها قرار خاطئ، ولكنها مرت بسلام.
محمد صلاح، في أول مباراة ليك مع تشيلسي كانت مباراة ليفربول مع تشيلسي، سجل هو هدفا وتعادل ويليان في المباراة دي. محمد صلاح كهداف الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية، وأنت لعبت قدامه في مرات من المرات القليلة اللي حصل فيها اللقاء، هل حصل بينكم حوارات أو إزاي شايف كمان مستوى محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟ صلاح لاعب متميز جدا، وأنا مدرك أن العالم كله يدرك ويقدر موهبته ومهاراته، فهو سريع جدا وذكي للغاية. ومجددا هذا لاعب آخر تركه تشيلسي، وهو واحد من الأسماء الرائعة التي تركها تشيلسي. والآن صلاح كفرد أعتقد أنه قيمة وثروة وإضافة لأي فريق، وأنا متأكد أنه من اللاعبين النادرين. طيب علشان نسيب مرحلة الصعوبات، بما أنك خلاص بنسبة كبيرة تخطيت المرحلة الخاصة بالصعوبات وتعطيل مسيرتك الكروية، سؤالي، هل تعاملت مع طبيب نفسي بعد سلسلة من الأزمات خارج الملعب كي تعود إلى هدوءك وتركيزك، ولا التجربة دي ما حاولتش تسعى إليها؟ أعتقد أن هناك الكثير من الفكرة السلبية بشأن الطب النفسي، فأنا تواصلت مع طبيب نفسي بشأن تدهور أدائي الكروي. أعتقد حينما ساء وضعي بدأت أدرك بحاجتي للمساعدة، وحينها بدأت أن أتحدث مع الناس حتى أحصل على المساعدة. فالآن أنا لدي طفل ولدينا أسرة يجب أن أرعاها، لذا علي أن أكون أكثر حكمة. Over the things, individual things, if they come at wrong times, it can seem like a lot on your plate. إذا هناك بعض المشكلات إن لم تحلها في حينها قد ترهقك، لذا إذا احتجت دعم واحتجت مساعدة عليك أن تحصل على المساعدة كمساعدة الطبيب النفسي. وأنا أعتقد أن الأمر ساعدني بشكل كبير، الطبيب النفسي ساعدني بشكل كبير خلال الأوقات العصيبة، فأنا كنت أشعر بارتباك بشأن كرة القدم، ولكن الآن أنا أشعر أنني حصلت على أداة مفيدة جدا ويجب أن يستفيد منها الجميع، وهي الطب النفسي. مين أكتر اللاعبين من زملائك the most player في أي فريق لعبت in فيه any team that you played in كانوا مساندين ليك was في أزماتك؟ supportive for you in your crisis. سؤالي ليك داني، مين أكتر اللاعبين سواء من زملائك السابقين أو الحاليين اللي كانوا مساندين ليك وقت الأزمات أو وقت تعبك مع المشاكل اللي حصلت؟ لا يمكن أن أقول أنها أزمة، أنا أفهم أن العالم الخارجي يعتبرها أزمة، ولكن أعتقد أنني أرى وضعي أنه كوضع سيء مثلا، ووضع عادي، فالجميع لديه مشكلاته، لذا كشخص أنا كنت أحاول أن أقوم بكل ما في وسعي حتى أكون إيجابي وفي حالة إيجابية، وأحاول أن أحافظ على ابتسامتي وأن أقول النكات، وأحاول أن أستمتع بكرة القدم قدر المستطاع. لذا مجددا إذا أردت أن أجيب على سؤالك، يمكن أن أقول أن العديد من اللاعبين ساعديني،
everybody helps. فالجميع كان يساعدني والجميع كان يؤيدني في الوقت الصعب. طيب علشان نروح لمجموعة من الأسئلة السريعة وعايز أعرف منك بتفكر أنت فيها إزاي قبل ما أختم، اتكلمت في بداية الكلام على أنه الإعلام ما كانش صديق لداني درينك ووتر عشان كده هو كان مقل في حواراته، هل العناوين الصحفية المثيرة أو المهاجمة لداني درينك ووتر في أوقات ممكن تؤثر على رغبة الأندية في التعاقد مع داني درينك ووتر؟ I'm not sure. أنا لست واثق من هذا، ممكن وممكن لا، ولكن الأعلام السلبية لا يساعد أحد، والعناوين الانتقادية لا تساعد أحد، فهي لا تساعد أصدقائك ولا أسرتك ولا معجبيك، فالإعلام والتغطية السيئة هي شيء سيء. هل تواصلت مع توخيل أو تواصل توخيل معك منذ قدومه إلى تشيلسي؟ لا أنا لم أتحدث إليه بشكل شخصي، ولكن أنا أعرف أن اللاعبين يستمتعون به كمدرب. طيب مجموعة من الأسئلة السريعة، جاهز للسؤال وإجابة سريعة؟ يلا بينا. لنبدأ. مين مثلك الأعلى؟ بول سكولز. مين أقرب لاعب ليك؟ Who is like a friend, closest friend player? Yes. مين أقرب لاعب ليك؟ I would say Mighty James. I've known him Mighty since James. I was 7 years old. وصداقتنا تعود لسبعة عذرا منذ أن كنت في سبع عمري سبعة أعوام. مين أصعب لاعب واجهته في أرض الملعب؟ ميسي. Take Messi out of it. I maybe say when we played against Chelsea. حينما لعبنا مع تشيلسي أو جروين. أصابك. مين أفضل لاعب في البريمير ليج هذا الموسم؟ This season I would say De Bruyne. De Bruyne. مين أفضل لاعب في العالم؟ أفضل لاعب وسط في العالم حاليا؟ Midfield in the world. أفضل لاعب وسط في العالم. أنا كنت مركز على ميسي ورونالدو كثيرا. في العالم لاعب وسط. ليبروين. مين فريقك المفضل خارج إنجلترا؟ Outside England maybe Barcelona. برشلونة لو خارج بريطانيا. فأنا لعبت مع جافي وإنييستا وهم متميزون بالنسبة لي. إيه أكتر قرار ندمت عليه؟ القرار الذي ندمت عليه أكثر شيء؟ لا، لا يوجد قرار ندمت عليه، لأن كل قرار يعتبر درس بالنسبة لك. لو هتختار العودة إلى ليستر سيتي ولا الاستمرار مع تشيلسي، إلى أيهما تميل؟ No, I would continue with Chelsea. سأستمر مع تشيلسي. أنا أحب ليستر سيتي بشدة. I feel like I have unfinished business with this club. ولكن أعتقد أن لدي أمور علقة لم تنتهي مع هذا النادي. مرحلة ليستر سيتي أفضل أم مرحلة مانشستر يونايتد؟ By face you mean badge, the crest? I mean period. Your period. Oh, phase. Phase? Sorry, I thought you said face. No. Hello? طيب. رانييري ولا فيركسون؟ No, I'll
I love Randy, but I've got to say Ferguson. He's achieved so Ferguson. much. Ferguson. Ferguson. Guardiola ولا كلوب؟ Klopp's won Champions League and Premier. كلوب فاز بالشامبيونز ليج. Because you know he has a special way. كلوب أعتقد كلوب. فلديه طريقة متميزة في اللعب. كانتي ولا سكولز؟ Nah, I'm gonna say Kante. سأقول كانتي. رونالدو ولا ميسي؟ Oh, wow. يا إلهي. It's hard because هذا صعب لأن ميسي متميز وموهوب ومجتهد ولكن رونالدو بنى نفسه كآلة فالخيار صعب. صعب. روني ولا فاردي؟ Who or Vardy, sorry? Rooney or Vardy? No, I Rooney's achieved so much. Rooney. So many historic moments, but يوجد الكثير من اللحظات التاريخية التي يتميز بها روني. مبابي ولا هالاند؟ مبابي أو هالاند؟ أقول هالاند. سأقول هالاند. صلاح ولا محرز؟ وده سؤالي الأخير. No, for sure. You will not be happy with this answer. لن تعجبك إجاباتي. ولكن مجددا. صلاح متميز جدا. Again, I've played with. ولكن مجددا أنا لعبت مع محرز لذا سأختار محرز. داني درينك ووتر أنا كنت سعيد جدا بالحوار معك وبشكرك على وجودك معنا من خلال برنامج الماتش وقناة صدى البلد. شكرا شكرا جزيلا على استضافتي. قبل الختام ممكن نرفع إزازة المية ونشرب مع بعض درينك ووتر؟ في أي وقت يا صديقي نشرب المياه. هل أنت جاهز؟ جاهز وشربت. شكرا داني درينك ووتر ونراك قريبا في مصر. شكرا ليك. ده كان حوارنا مع داني درينك ووتر نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا المعار إلى قاسم باشا التركي في تاني حوار لي خلال آخر 6 سنوات حصريا لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد. حوار جميل وممتع وأتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتوا بيه. أشوفكم في حلقة جاية من الماتش. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت. إلى اللقاء. We'll be right back.